It's been 2 years since I've been.
much your words have changed.
don't you want to play with it? Since I've been here at the family estate. I've come back because of a rumor that everyone seems to have disappeared from the area. If they really have left, then I think I may know the reason. Apparently, a couple years ago, a piece of very expensive research went missing from my father's company. Just recently, there have been reports that he's become... Thank you.
guidance. Guidance.
want your part to play. شاطر أخيرا معجزة خلونا سوي حلو زين زين والله الزام خير صعب ما يعيدون الى الاخير صعبة جدا المرحلة اللي راحت ساتر أبوها من جرم أبوها اسمي الله كم ضغط البيت يقتلها أنقذتها غريبة الملكة No. There.
here. You have to die. فاهم زين ماني كان خلاص مع انها كانت تبغى تقتلها ايه هذا استخدم الراس معاناة مع المسافة قصيرة جاهزين للفيجن مسكينة حبيبتي وش اللي جابها هنا شكلها انتهت اللعبة هاوس اوف بيلز بس صراحة آخر بارت صعب بشكل خطير يعني بارت 1 هاوس اوف بيلز ظهر هذا نهاية البارت الأول أتوقع في بارت ثاني ما أدري إذا بلعبها ولا لأن صراحة آخر شيء إنك تهرب من الملك إذا البارت الثاني كذي ما أدري أفكر ألعبها ولا فعلا ما توقعت إني أعديها صعبة صعبة بشكل خطير بس زين انهم ما عادوني لما مت يعني زين نحط تشيك بوينت في هذا المكان والله كان مصيبة خلني اسيف على هذا عنده اتوقع عشان داب تلعب البارت الثاني طيب ريتيم تسكرين هذه يا شباب كانت لعبة هاوس اوف فيليز لعبة صراحة صعبة اللي عنده مشكلة في الأعصاب لا يلعبها خصوصا البارت الأخير يا ساتر يا ساتر يعني يمكن تاخذ في ساعتين ثلاث هذه هي اللعبة أتمنى أن الفيديو عجبكم وأشوفكم على خير وفي أمان الله.